أمن المعلومات والاقتصاد الرقمي وجهان لعملة واحدة هو شعار المؤتمر العربي لأمن المعلومات الذي أطلقته شركة ASC، أطلقت فعالياتها اليوم تحت رعاية وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي. رئيس المؤتمر العربي لأمن المعلومات بهاء حسن أوضح أن المؤتمر يمثل استعراض التجارب العالمية الناجحة لمواجهة التهديدات والاختراقات الإلكترونية التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الرقمي. يأتي هذا المؤتمر بهدف دعم ومساندة ما تطمح إليه الدولة المصرية نحو التحول إلى المجتمع الرقمي الذي يحتاج إلى الأمن المعلوماتي كركيزة ومحور رئيسي في الحفاظ على سرية المعلومات. تحت شعار أمن المعلومات والاقتصاد الرقمي وجهان لعملة واحدة أقيم المؤتمر العربي لأمن المعلومات، وذلك لمناقشة التجارب العالمية الناجحة لمواجهة التهديدات والاختراقات الإلكترونية التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الرقمي والذي يعتمد أساسا على تكنولوجيا المعلومات. في تشريعات معروضة إن شاء الله في الدورة القادمة لمجلس النواب لها دخل بالجريمة المعلوماتية وبالخصوصية وبالإتاحة. أعتقد دي تشريعات مهمة جدا، وتبنيها هيساعد ان احنا نتحرك اسرع ويوفر الاطار القانوني السليم لحماية الخصوصية للمواطن. المؤتمر حاجة مهمة جدا ان يبدأ يتعمل في مصر مؤتمرات زي دي اللي هي خاصة او ريليتد بالسايبر سيكيورتي او الانفورميشن سيكيورتي، بحيث ان احنا نرفع الاويرنس عند الناس، لان الناس في مصر محتاجة الاويرنس بتاعها يعلى قوي. الناس كتير جدا ما تعرفش حاجة عن امن المعلومات، ما تعرفش حاجة عن الانفورميشن سيكيورتي. بتروح تتكلم اي واحد في الشارع قول له شغال هنا، شغال في امن المعلومات، ما بيفهمش، بيقول طب اشرح لي. تضمن المؤتمر تنظيم مسابقة لتشجيع المهارات الفردية للشباب في مجال الاستعداد لمواجهة الهجمات السبرانية واكتشاف الثغرات وحماية نظم معلومات مؤسسات الدولة من الاختراق الخارجي، وذلك عبر مجموعة من التحديات يتسابق فيها 10 فرق. المؤتمر مهم جدا لان انا هجين اكسبيرينس كتيرة جدا بعد ما العب في السي تي اف، وزائد ان في ناس كتير جدا مهمة ويعني عقليات كبيرة جدا بتتكلم في السيشنز. يعني انا شايف ان الموضوع حلو جدا، يعني حاجه عظيمه ان احنا نشوف ان مصر بدات تهتم بمجال السكيورتي. لكن احنا بمجرد ما الكوميونتي بتتجمع وبنشير اكسبيرينس فده حاجه كبيره بالنسبه لنا. يعني احنا الاكسبوجر بالنسبه لنا ان احنا معظم الكونفرنسز اللي بتتعمل او كده ما بتبقاش مهتمه قوي بالسكيورتي، فكون ان يتعمل كونفرنس كامل للسكيورتي فدي حاجه كبيره طبعا. وتاتي اهميه هذا المؤتمر لكونه يسهم في التعريف بالجرائم الالكترونيه وكيفيه مكافحتها في ظل احصاءات تقول ان هناك اختراق لمعلومات الشركات والمؤسسات حول العالم مرة كل 40 ثانية.